السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح أشرح إن شاء الله كيف الشخص يقطع تذكرة عبر ألمانيا من آلة قطع التذاكر. طبعا البطاقة اسمها كفير دورشس لان تيكت، اللي هي الخيار الثالث الموجود بالصورة. طبعا راح نختاره الخيار الثالث، راح يعطينا يطلب منا عدد الأشخاص رايزندا، طبعا شخص، بعدين فايتا، هويتا اليوم أو مورجن أو أندغز داتم أو تاريخ ثاني، ممكن بعد أسبوع بعد 10 أيام التاريخ اللي بدنا إياه. لو رجعنا تصور نختار اليوم هويتا فايتا، بعدين نشت زامل، زامل طبعا للي عنده بطاقة ديبي يجمع نقاط، بعدين فايتا بتسالن، راح يطلع معنا المبلغ 42 يورو. طبعا هون مكان اذا بدنا ندفع بالبطاقة، والاسفل هي عن طريق النقود الورق. طبعا اذا دفعنا بالبطاقة لازم ندخل الرقم السري ونعطيه بشتيتيجن بالتأكيد. لنشوف، نختار شخصين مثلا لحتى نشوف شقد لازم يدفع الشخص الثاني. طبعا لان الشخص فيه ياخذ معه 4 أشخاص بالغين، طبعا بس لازم يدفع زيادة، مو نفس المبلغ 42. مثلا إذا اخترنا شخصين راح نشوف إنه المبلغ هو 49، وبالتالي الشخص الثاني طلع عليه 7 يورو. يعني إذا أردنا إنه نصطحب معنا شخصين مثلا راح يطلع عليهم 14، وعندي 42 راح يطلع معانا 56. إذا اصطحبنا 3 أشخاص مثلا 21 و42 راح يطلع 63، وإذا اصطحبنا 4 أشخاص بالغين راح يطلع علينا مجموع 70 يورو. طبعا بالنسبة للأطفال، كل شيء أطفال تحت ال14 سنة ما لازم ندفع عليهم شيء ولا نقطع لهم تذكرة، ولكن بشرط أن نسجل أسماءهم على تذكرة السفر. طبعا يحق لنا لمدة يوم كامل التجول بجميع أنحاء ألمانيا مثل ما حكينا، وباستخدام القطار البطيء RB والقطار المتوسط السرعة RA، وباستخدام الباصات طبعا، ولمدة يوم كامل كما ذكرنا. إن شاء الله تكون معلومات كافية ووافية وتكونوا استفدتم، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.